مناقب السلطان الراحل السلطان قابوس بن سعيد. بدأ خطابه بالحمد لله على السراء والضراء. جلالته الآن يتقبل التهاني من أفراد الأسرة المالكة الكريمة التي أثبتت اليوم أنها على قدر المسؤولية. هذه الأسرة الكريمة التي حملت أمانة عمان منذ عام 1741، فهي اليوم من أعرق الأسر المالكة في العالم. جلالته يتلقى التهاني، ولعلي أمر سريعا بالنقاط التي تناولها جلالته في خطابه، واصفا السلطان قابوس بأعز الرجال وأوفاهم، وبأنه رجل لا يمكن لخطاب كهذا أن يفيه حقه، مشيرا إلى تعدد ما أنجزه وبناه، كما أشار إلى منظومة القوانين والتشريعات التي وضعها سلطان البلاد الراحل، وسعيه إلى رفع مستوى معيشة الإنسان العماني حتى أصبحت عمان محط أنظار العالم. يتلقى جلالته الآن التهاني من العسكريين. أعود للخطاب حيث دعا جلالته أن يجزي جلالة السلطان قابوس خير الجزاء وأن يجعل مثواه الجنة، مشيرا إلى أن عزاءه هو إنجازات السلطان قابوس والسير على نهجه القويم والحفاظ على ما أنجزه والبناء عليه، وعزم جلالته على السير على تلك الخطى، كما تطرق إلى الشأن الخارجي وأنه يرتسم خطى السلطان الراحل والثوابت التي اختطها في التعايش السلمي وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام سيادة الدول، وأننا سنبقى مساهمين في حل الخلافات بالطرق السلمية، وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون الإسهام في مسيرة مجلس التعاون. تطرق أيضا إلى الشأن العربي والاستمرار في دعم جامعة الدول العربية والتعاون لتحقيق أهداف الجامعة. جلالته يتلقى الآن التهاني من المسؤولين من الوزراء والمسؤولين الآخرين. أعود للخطاب بأن عمان ستواصل دورها كعضو فاعل في الأمم المتحدة، ملتزمة بعلاقات الصداقة والتعاون واحترام المواثيق مع الدول الأخرى. أشار أيضا جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى الأمن والأمان، منوها بالقوات المسلحة العصرية بفروعها وقطاعاتها والأجهزة الأمنية ودورها العظيم، منوها أيضا قبل ختام خطابه بالأمانة العظيمة والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، داعيا المواطنين إلى المساندة والتعاون. هذا ما جاء في خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد الذي جرى تنصيبه سلطانا للبلاد قبل لحظات.
إذن أيها المشاهدون والمستمعون في كل مكان، جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله ورعاه يتقبل التهاني من أعضاء مجلس الدولة. إن الذي تحقق على هذه الأرض الطيبة أقوى وأعلى صوتا، وإن الذي أنجز أروع وأصدق قولا، وسوف نستمر ونعمل ونكمل المسيرة من أجل هذا الشعب الأبي، من أجل عمان العزيزة، وسوف نحقق بإذن الله الكثير، ونحن على طريق المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله سائرون. وبإذن الله وتوفيقه ستواصل عمان تقدمها بثقة لا تعرف التردد، وبهمة متدفقة لا تعرف الكلل، وعزيمة قوية يحدوها البشر ويظللها الأمل، ممثلا في الجهود المتضافرة والإنجازات الهائلة بنواياكم المخلصة وتضامنكم في الوقوف صفا واحدا كالبنيان المرصوص في مواجهة كل التحديات والصعاب. أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نستمد من تاريخنا الضارب في القدم وتجاربنا الماضية عزما جديدا وتصميما أكيدا على العمل متعاونين متكاتفين بكل ما لدينا من طاقات البذل والعطاء والتفاني في أداء الواجب، لنكون دائما في مستوى القدرة على تذليل الصعاب وقهر التحديات وبلوغ الأهداف التي رسمناها لأنفسنا من أجل خير بلادنا وخير أجيالنا الحاضرة والقادمة. جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يتقبل التهاني من أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى والوزراء والمسؤولين ومن الأسرة المالكة الكريمة ومن المواطنين، إننا وقد وضعنا نحن أبناء عمان نصب أعيننا دائما خدمة بلادنا بعزيمة لا تعرف الكلل أو الملل، مستمدين قوتنا من قيمنا وتقاليدنا، فإن النجاح سيكون حليفنا بإذن الله، وستبقى عماننا الأبية قوية بتفاني ووفاء أبنائها البررة وتضافر جهودهم في مسيرة الخير والبناء. لازلنا معكم مستمعينا ومشاهدينا في كل مكان في هذا النقل من مجلس عمان. جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور ما زال يتقبل تهاني المهنئين بتنصيبه سلطانا على عمان. رحل القابوس ويبقى قبسه ونبراسه، يبقى ما ترك فينا من حب الوطن وحب الوحدة وحب السلام وحب المبادئ النبيلة، لأنه كان نبيلا بأصله، نبيلا بأفعاله، يسمو بعمان
فوق الصغائر ويرتقي بها إلى المعالي. اللهم احفظ عمان وأهلها، ترابها وسماءها، برها وبحرها، أفلاجها ووديانها، مساجدها، بيوتها، شوارعها، مطاراتها، موانئها، وقبل كل ذلك إنسانها العظيم، إنسانها الذي يحسن الالتفاف حول قيادته. وهذا ما نراه في هذه اللحظة، متمنين لسلطاننا الجديد، وداعين الله تعالى له بالتوفيق والسؤدد، وأن يكلأه بعنايته ويوفقه لما يحبه ويرضاه ولما يطمح إليه العماني. لحظة تاريخية، نودع عزيزا ونستقبل عزيزا، هذه عمان في هذه اللحظة. كلنا اليوم مسؤولون لمواصلة المسيرة، لمواصلة البناء، لإعلاء اسم عمان عاليا كما هي دائما. معي الزميل حسن بن سالم الفارسي. أيها الإخوة، ما زال حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ما زال يتقبل التهاني بمناسبة تنصيبه سلطانا لعمان. في هذه اللحظات أيها الإخوة، يغادر جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله قاعة مجلس عمان. Thank you.
هكذا أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، عزفت فرقة الموسيقى السلامة السلطانية العماني فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة، وأدى حرس الشرف التحية لجلالته حفظه الله ورعاه. في يوم عمان الحزين هذا رحم الله السلطان قابوس الأب القائد والإنسان العظيم، فصبرا صبرا مؤمنين بالله الواحد الأحد، لقد رحل والدنا السلطان قابوس وأودع عمان أمانة في أعناقنا، عمان الدولة العصرية، عمان الآمنة المستقرة، عمان دولة المؤسسات والقانون، التي حرص المغفور له السلطان قابوس على إكمال مقوماتها وترسيخ دعائمها على مدى الأعوام التي قاد خلالها النهضة حتى تبلغ عمان المجد والفخر الذي تعيشه اليوم ويطمئن فيه المواطنون على استمرارية عناصر القوة في هذه المسيرة، ويبقى الوطن قويا قادرا على التغلب على جميع التحديات وتحقيق الطموحات في الحاضر والمستقبل، تترسخ دعائمها بالمؤسسات والنظم التي تستجيب لتطور المجتمع وحركة التنمية المستمرة والمختلف الظروف المتغيرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على الصعيد الوطني أو العالمي. لقد كانت البداية حبلى بالتحديات والصعاب، لقد كان مجرد أحلام وطموحات لم يعتقد البعض أنها يمكن أن تكون يوما واقعا، وكان بين الحلم والواقع مسافة من الصعب قياسها، غير أن تلك الرؤية البعيدة التي آمن بها المغفور له سلطاننا العظيم قابوس مع الخطوات الأولى لتحويل الطموحات إلى شواهد يعيشها الإنسان العماني انتصرت على جميع المبررات والرهانات التي كان من الممكن أن تؤجل معركة، والمعطيات القاسية على الأرض لم يكن أكثر المتفائلين يتصوروا حجم الطموحات التي تحققت على الواقع اليوم. إنما كان حلما صعب المنال أصبح منجزا ينعم به إنسان عمان في أي مكان على تراب هذا الوطن. لذا خرجت الصورة مغايرة لكل التوقعات والإنجازات، أكبر من الأحلام نفسها
قياسا للفترة الزمنية التي تحققت خلالها وأبهرنا العالم بدولتنا الفتية القوية المعاصرة. لقد مضت عمان بثبات في مسيرتها، واتخذت من الإصلاح والتطوير نهجا لا رجعة عنه، وأنجز أبناء هذا الوطن إصلاحات جريئة في ظروف كانت صعبة. وقفوا صفا واحدا، وأسهم الجميع كل من موقعه في هذه المسيرة، وأثبتوا للعالم كما كانوا على الدوام أنهم لا يعرفون المستحيل مهما ارتفع سقف التحديات. إنها العزيمة وذلك الإصرار على العمل والإنجاز التي توارثها أبناء عمان جيلا بعد جيل، قيمة أصيلة في الإنسان العماني الذي لم يعرف يوما التراجع أمام الصعاب، بل يمضي إلى الأمام بخطى ثابتة. رحمك الله يا سلطان القلوب، رحمك الله أيها القائد الباني. ستبقى قوات السلطان المسلحة مستمرة في عمليات التطوير والتحديث، ستظل دائما وأبدا السياج المنيع للوطن العزيز، مسخرة جميع الوسائل والقدرات المادية والبشرية من أجل استمرارية التطوير والتأهيل لمنتسبيها، لتبقى فاعلة وقادرة على حماية هذا الوطن الغالي في البر والجو والبحر، حاملة شرف أمانة الدفاع عنه وضمان استقراره وحماية منجزاته وصون مكتسباته وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم. رحمك الله يا سيدي. مشاهدينا ومستمعينا، لعل من الصعب أن نصف هذه اللحظات الحزينة، لكننا نحاول أن نتماسك لننقل لكم هذه الصورة، ونحن نودع قائد البلاد الذي أسسها على خير أساس، وها هو اليوم يرحل عن الدنيا وقد اطمأنت نفسه عليها وعلى أبنائها في هذه اللحظات. يحمل الجثمان الطاهر ليسجى إلى مثواه الأخير. لك الله يا قائد هذه البلاد الطيبة، لك الله حيا وميتا، رحمك الله رحمة واسعة. نسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان. لقد فقدت الأمة حكيمها، وفقد العالم رجل السلام. لقد سخر هذا القائد الشجاع كل طاقته وجهده، وسخر شبابه ونذر حياته من أجل هذا الوطن ومن أجل أبنائه، ليكون وطنا للجميع. أسس هذه الدولة على أساس من اللحمة والترابط، وهذا ما يترجم تلك العلاقة الحميمة بين القائد وشعبه. فالعمانيون عاشوا مع هذا القائد جيلا بعد جيل، تربوا في كنفه. لكن عمان ستبقى بعده بإذن الله شامخة كما أراد لها رحمه الله. وإن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد
حفظه الله ورعاه سيحمل هذه الأمانة، لأنه عرف وتربى على يد جلالته رحمه الله، الآن يدخل النعش. وجلالة السلطان هيثم بن طارق وإخوته يحملون هذا الجثمان الطاهر، وكلهم حزن على فراقه. لا شك أنها لحظات عصيبة وصعبة، لكن الإيمان بالله أقوى على تحمل كل الصعاب. فجلالة السلطان هيثم بن طارق خير خلف لخير سلف، سيعضده العمانيون وسيقفون معه كما وقفوا مع قائد هذه البلاد الذي غادر هذه الدنيا، وستستمر مسيرة البناء والتعمير على يد القائد السلطان هيثم بن طارق كما رسم لها وخط لها المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم طيب الله ثراه. مشاهدينا، نتابع معكم مراسم تشييع المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور غفر الله له ورحمه. أيها الأخوة المشاهدون والمستمعون، ما زلنا نتابع ونصف لكم هذه المشاهد الحية لمراسم جنازة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد السلطان المؤمن بالله. عمان تبدو اليوم قوية عزيزة، عمان وحدة الصف، عمان اللحمة الوطنية الواحدة، القيمة الأغلى في الأمن والاستقرار، وأولى ثمار نهضتنا. نجح السلطان قابوس في توحيد العمانيين تحت راية الوطن، فجمع الشتات ودعا الجميع للبناء، فلبوا النداء، ولذلك نجحت البلاد واستبدلت الليل المعتم بوجه مشرق وحيوي، ووضع الأب القائد والمؤسس القواعد السليمة لانعاش الاقتصاد الوطني وإطلاق حركة التنمية والبناء في البلاد من خلال عدد لا حصر له من المشروعات الوطنية الكبرى في مختلف المجالات، ضمن خطط تنموية كان فيها المواطن شريكا من خلال جولاته ولقاءاته المستمرة مع المواطنين، أو من خلال المؤسسات التشريعية والرقابية التي توجت بإنشاء مجلس عمان
من عاش رحلة المعاناة والبناء في الخطوات الأولى ليس كمن قرأ أو سمع. لقد تكبد الأب المؤسس جلالة السلطان قابوس الكثير حتى ينعم الأبناء بالمنجزات اليوم. شباب عمان معقود عليهم اليوم الآمال الكبيرة في الحفاظ على هذه المنجزات والالتفاف حول الوطن وقيادته الجديدة لتتواصل المسيرة كما أرادها الأب المؤسس لعمان الحديثة. هم القوة الأهم في صناعة التنمية في المشروع التنموي الذي بدأه جلالة السلطان قابوس، وهم مواردها البشرية المتجددة التي تستمد منه النهضة العمانية قوتها واستمراريتها وديمومتها، وكانوا ولا يزالون يحظون بالاهتمام الكبير حتى يقوموا بدورهم في المشروع التنموي في عمان. ولأن الوطن يستوعب الجميع دون تمييز، فالأمانة عظيمة والمسؤولية جسيمة للسير قدما للمستقبل. إن عمان بماضيها وحاضرها ومستقبلها أمانة، أمانة في أعناقنا، ولأننا جميعا أمناء بمستقبل أفضل. انتصرت عمان، عمان التنمية، عمان التقدم، عمان الاستقرار، عمان الرخاء، وكسبنا جميع الرهانات. لقد حققنا معا العديد من المنجزات في مختلف المجالات، وحتى نحافظ على عمان المنجزات ونحقق تطلعاتنا في المرحلة القادمة، حتما لابد أن نتشبث بوحدتنا وبقيمنا الوطنية الراسخة وتعزيز تضامننا، لأجل أن تظل عمان آمنة مستقرة ينعم شبابها بمنفور الكرامة والرخاء. سوف نحافظ على العهد في البناء والعطاء بكل إخلاص ووفاء، ونبقى صفا واحدا وقلبا واحدا وأسرة واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سنكون يدا واحدة. إن نعمة الوحدة والتلاحم التي من الله سبحانه وتعالى على هذا الوطن هي الحصن المنيع الذي يحمي الوطن ومكتسباته ويوفر له أسباب النجاح في مسيرته ونهضته. وقد زادت الأحداث الجسام هذه الوحدة قوة ورسوخا، كما زادت أبناء عمان إيمانا وعلى ربهم توكلوا، فتمكنوا من تجاوز المحن وحولوها إلى مكاسب جديدة نعتز بها. هكذا جبل أبناء عمان في مواجهة الصعاب وتخطي التحديات والتعامل مع المتغيرات، تزيدهم إيمانا على إيمانهم، توحدهم، تقوي عزمهم وإصرارهم، فيخرجوا منتصرين. مشاهدينا الكرام ومستمعينا أينما كنتم، نتابع معكم هذه اللحظات الحزينة في تاريخ عمان، لكنها ستكون أيضا انطلاقة جديدة مع قائد جديد. نشيع اليوم فقيد عمان الغالي وفقيد الأمة العربية والإسلامية جمعاء. نشيع رجل السلام حيث يوارى جثمانه الثرى ليرحل
عن هذه الدنيا وقد كان رصيده دعاء العمانيين ومن على هذه الأرض الطيبة الطاهرة ودعاء كل المسلمين بإذن الله. فالسلطان قابوس طيب الله ثراه كانت يده ممتدة لكل العالم، فهو يعمل ولا يتحدث، يشيد، يساهم في صنع السلام، وستبقى ذكراه خالدة في التاريخ. ولأن هناك رجالا يخلدهم التاريخ، يدخل اليوم المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم رحمه الله في سجل التاريخ مجددا، فتاريخه قد كتب في حياته لكنه يمتد إلى ما بعد موته، لأنه رجل دولة ورجل أمة، عمل على حل الكثير من الخلافات، همه أن يكون العالم في أمن وسلام واستقرار ورخاء، وهمه أن تكون عمان في مصاف الدول بل في مصاف الأمم. فما بناه هذا القائد وما شيده لهذا الوطن يتحدث عنه كل إنسان، يتحدث عنه كل مواطن، يتحدث عنه كل مقيم على هذه الأرض الطيبة، الذي أحس بانتمائه فيها. فها نحن اليوم نودع هذا القائد بكل الحزن، لكننا صابرون، وبعزم الله وبعزم أبناء هذا الوطن وبمشيئة الله وعزم أبناء هذا الوطن وبالقيادة الجديدة الحكيمة بإذن الله ستستمر مسيرة البناء والتعمير على يد جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد حفظه الله ورعاه وسدده إلى كل خير، فهو يحمل هذه الرسالة وقد حملها وتسلمها من قائد عمل على بناء أمة وبناء وطن. ولا شك فإن العمانيين سيتكاتفون مع قائدهم جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد كما تكاتفوا ووقفوا ولا زالوا يقفون حتى هذه اللحظة مع هذا القائد الملهم الذي لن ينسى ذكره بإذن الله، وسيظل باقيا، وسيظل إنجازه وتاريخه خالدا في قلوب كل من عرف قابوس. نحن معكم
مشاهدينا الكرام، ويختلجنا ويعتصرنا الألم والحزن، لكننا راضون بقضاء الله. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم تشييع جنازة قائد البلاد المفدى الراحل الذي رحل عنا في هذا اليوم، وقد ترك لنا وطنا مكتمل الأركان، وبنى مجتمعا متآزرا ومتآلفا بكل أطيافه. يتجلى ذلك في هذه اللحمة الوطنية في هذا الظرف الصعب، لكن العمانيين كما عرفوا أوفياء للقائد الباني الذي بنى هذا البلد صخرة صخرة، في شبابه يتحرك في كل أنحاء البلاد ليرى عمان كما تخيلها وتمناها، وهذا ما تحقق لجلالته رحمه الله. والعزم معقود على شباب هذه الأمة، على شباب عمان، عليهم جلالة المغفور له الراحل سلطاننا الذي نودعه هذا اليوم، راهن على الشباب بأنهم عماد الأمة، وبأنهم هم أساس التنمية وغايتها، وستستمر مسيرتك التي رسمتها قبل 50 عاما بإذن الله، ستستمر بهذا العطاء وبهذا التوهج وبهذه اللحمة، ستستمر لتكون عمان دولة للسلام والأمن والرخاء وحسن الجوار. فعمان هذا هو مبدأها، تؤسس للسلام وتقوم على السلام وتمد يدها للجميع ليعم الرخاء والسلام، فهذا هو قابوس الذي انطلق بهذا البلد المبارك في 23 من يوليو من عام 70، الذي كنا نردده ولا زلنا نردده. وعسكري مسؤول وموظف بسيط، جميعهم مصابهم جلل، جميعهم مصابهم واحد، جميعهم لديهم نفس الألم، يتألمون نفس الألم، كيف لا؟ وعمان تفارق قابوس، هذا الاسم الذي ارتبط باسم عمان الحديث منذ أن انطلقت مسيرة التنمية والبناء هنا في سلطنة عمان منذ عام 1970 تحديدا في 23 من يوليو، حين تسلم الراحل المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمة الله تعالى عليه مقاليد الحكم، وأعلن مبادئ السماح، مبادئ الغفران،
مبادئ التسامح، مبادئ عفى الله عما سلف، وأعلن للجميع أيها العمانيون إنها صفحة جديدة نفتحها معا. تعالوا ارجعوا من مناطق التي تتواجدون فيها حيث أنتم، حيث تأكلكم الغربة، وحيث تتألمون بآلام مفارقة بلدانكم وأهليكم. عودوا إلى عمان ولنبني معا عمان. جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه أكد اليوم أيضا على بقاء عمان على هذا النهج، النهج التسامحي، النهج القابوسي، نهج المسامحة ومد يد العون للجميع، عدم التدخل في شؤون الآخرين، واحترام الإنسان وبقاء الإنسان هو هدف التنمية وهو محركها الأساسي. النهج الذي أيضا يحافظ على جميع المواثيق والمعاهدات الدولية مع مؤسسات الأمم المتحدة ومع غيرها من الدول. هذا النهج الذي سيثلج صدور العمانيين بإذن الله تعالى، وإن كانت هي لحظات عصيبة، إلا أنه لابد أن نذكر أنفسنا بأننا نتأمل قادما أفضل، نتأمل خيرا قادما بإذن الله تعالى. هي هذه أحوال عمان مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هو هذا حال عمان اليوم من أقصى الجنوب، من صرفيت مرورا بالوسطى والشرقية بشقيها ومسقط وساحل الباطنة بكل ما فيه وداخلية عمان وظاهرتها، كل مناطق عمان، كل أبناء عمان يتألمون هذا الألم اليوم، وهو وداع صعب وقاس إلى حد كبير، لكنه أمر الله تعالى ونوقن به ونؤمن به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيد عمان بواسع رحمته، وأن يتولاه بعنايته مع الصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، وكذلك كل مناطق عمان التي ذكرناها من شرقها وغربها، قلنا وجنوبها وشمالها، من مسندم إلى البريمي إلى كل مناطق عمان، كلهم يدا واحدة وقلبا واحدا تلهج ألسنتهم بالدعاء للمغفرة والرحمة لفقيد عمان الغالي سلطان البلاد جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمة الله تعالى عليه. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، إن للرحيل فصل مؤلم وللفقد طعم أكثر إيلاما، لكن العزاء الأكبر في الراحل الكبير هو اخضرار ما سقت يداه في الأرض العطشاء، الأرض الخاوية التي زان بشرها وعمرها بكل ما أتاحت له أدوات التنمية من سبل طوعها وطورها المغفور له ليل نهار، حتى خرج بها من الإطار التقليدي للبناء إلى دولة حديثة استطاعت بكل ما أوتيت من مؤسسات وقوانين أن تقف شامخة في أكثر لحظات المنطقة اهتزازا. إنما يبنى على ثقة وإخلاص يمكث في الأرض،
وهذه الطمأنينة الربانية كفيلة بأن تفتح أبوابا أخرى من التقدم والأمل والمستقبل. التقدم المحفورة شواهده في كل مكان من عمان، تقدم وحضارة ونهضة لم يكن طارئا في الزمان أو وليد صدفة المكان. رحم الله الأب القائد والإنسان السلطان قابوس، رحل وقد اكتملت في عمان قواعد البناء. بمؤسساتها المختلفة وتشريعاتها الشاملة ومبادئها السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين، دعامات قوية للوطن في أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته ومنجزاته وعلى استدامة تنميته ورخائه وازدهاره، كما كان الأب المؤسس الأول للحكم في عمان لأسرة آل بوسعيد سنة 1744 ميلادية، الإمام أحمد بن سعيد. ذكراه خالدة في التاريخ العماني لنجاحه في توحيد أبناء عمان في لحظة تاريخية حاسمة آنذاك، مؤسس لقواعد دولة قوية امتدت شرقا وغربا. كذلك فإن جلالة السلطان قابوس رحمة الله عليه ستبقى ذكراه سرمدية في التاريخ الحديث لعمان، فكان هو الأب المؤسس لعمان الحديثة والقائد الذي تفاعلت داخله أحلام فتحققت لرباطة جأشه، ونجح في أن يتغلب على الكثير من المعضلات والتحديات حتى ينشئ هذه الدولة القوية والتي يشار لها دوليا بالبنان. السلطان قابوس ولد في 17 من شهر شوال عام 1359 هجرية، الموافق 18 من نوفمبر سنة 1940 في مدينة صلالة بمحافظة ظفار جنوب عمان الغالية، وهو السلطان الثامن لعمان في التسلسل المباشر لأسرة آل بوسعيد التي تأسست على يد الإمام أحمد بن سعيد. إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ونحتسب يا أبناء عمان، إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا ومستمعينا، قبل قليل أوري الثرى جثمان باني نهضة عمان الحديثة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله. وكما تابعنا إذن في هذه اللحظات يغادر جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور
حفظه الله ورعاه، المقبرة، وهي مقبرة الأسرة الحاكمة. ولا شك أنه يوم حزين في تاريخ الأسرة الحاكمة وفي تاريخ عمان، لكن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه سيأخذ البلد إلى نفس المسيرة التي أخذها المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. فعمان لن تتوقف في منجزاتها، ورجالها لا زالوا مستمرين في العطاء. مشاهدينا الكرام ومستمعينا أينما كنتم، يغادر في هذه اللحظات جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه المقبرة بعد أنوار الثرى، بعد أن وري الثرى قائد البلاد ومؤسسها السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور غفر الله له ورحمه. إذن تدخل اليوم عمان رغم الحزن والألم، تدخل مرحلة جديدة من مسيرة البناء والعطاء. فالعمانيون كما عهدوا مع قادتهم دائما، فهم منهم وإليهم، وعمان تستمر بعطائها وتستمر في تنميتها وتمد يدها للسلام دائما لكل من أراد السلام. إذن يغادر في هذه اللحظات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه المقبرة بعد أن شهدنا هذه اللحظات الحزينة. إذن بهذا مشاهدينا ومستمعينا نقلنا لكم هذه الصورة لرحيل حاكمة، ولا شك أنه يوم حزين في تاريخ الأسرة الحاكمة وفي تاريخ عمان، لكن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه سيأخذ البلد إلى نفس المسيرة التي أخذها المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. فعمان لن تتوقف في منجزاتها، ورجالها لا زالوا مستمرين في العطاء. مشاهدينا الكرام ومستمعينا
أينما كنتم يغادر في هذه اللحظات جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه. المقبرة بعد أنوار ثرى بعد أن وري الثرى قائد البلاد ومؤسسها السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور غفر الله له ورحمه. إذن تدخل اليوم عمان رغم الحزن والألم، تدخل مرحلة جديدة من مسيرة البناء والعطاء، فالعمانيون كما عهدوا مع قادتهم دائما فهم منهم وإليهم، وعمان تستمر بعطائها وتستمر في تنميتها وتمد يدها للسلام دائما لكل من أراد السلام. إذن يغادر في هذه اللحظات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه المقبرة بعد أن شهدنا هذه اللحظات الحزينة. إذن بهذا مشاهدينا ومستمعينا نقلنا لكم هذه الصورة لرحيل قائد البلاد السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يحله محل الأبرار والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه تحية مني ومن الزملاء إبراهيم بن سيف العزري، يوسف بن حميد اليوسفي، عامر بن أحمد العمري، وكذلك التحية من الرائد محمد بن سعيد المشيخي والرائد محمد الغيلاني. شكرا لكم ونقول لكم صبرا، ورحم الله جلالة السلطان وحفظ الله عمان الغالية في خير وسلام وأمن ورخاء، وأيد سبحانه وتعالى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.